صفقه في السباحه، كان صفقه السباحه كان بحضور او الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي، قدر ان هو يتعاقد مع اللعيب، وكابتن وائل عزت طبعا اكيد رئيس الجهاز او مدير جهاز العاب الماء هو كان السبب في هذا التعاقد، كان طلب اللعيب لانه لعيب عنده 19 سنه وفي نفس الوقت محقق انجازات كبيره جدا، محقق في قبل كده برونزيه سباق 50 متر حره في الارجنتين 2018 وذهبيه بطوله افريقيا بالجزائر 2018 وفضيه دوره العاب البحر المتوسط 2018، وكمان هو صاحب الرقم القياسي في 50 متر فراشه. اول ما عبد الرحمن سامح مضى قال ان هو سعيد جدا ان هو انضم الى نادي القرن، وان هو بيتمنى ان يحقق انجازات كتيره جدا مع النادي الاهلي في المرحله اللي جايه زي ما هو حقق انجازات قبل ما يخش القلعه الحمراء، لكن هو عايز كمان يطلع الى عالميه ويوصل لاعلى المراكز واعلى الميداليات. خلينا نروح لتقرير عن عبد الرحمن سامح وتواجده داخل النادي الاهلي، ونرجع نستقبل ضيفنا الكبير كابتن محمد متولي نجم من نجوم النادي الاهلي في عصره الذهبي في كرة اليد، عشان نتكلم على الحديث المهم وهو تعاقد النادي الأهلي النهاردة مع المدرب السويدي أولان لاندجرين، ونتكلم معاه ونستفيد معاه في الحوار على المدرب وعلى الفريق وعلى الموسم الجديد إن شاء الله بإذن الله. النادي الاهلي من الكوادر العريقه جدا في مجال الرياضه عامه في مصر، سواء في اي رياضه اذا كانت جماعيه او فرديه، فده شرف ليا ان انا انضم لفريق النادي الاهلي الصراحه. هو الكابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب المياه بالنادي، تحدث مع المدير الفني بتاعي في النادي، بس المدير الفني طبعا ما كانش حابب الموضوع قوي ان انا انقل من النادي بتاعي، بس انا كنت شايف ان ده افضل لي ان انا انقل، خصوصا ان هم بيقدروا اللاعبين المقيمين بالخارج بالذات الولايات المتحده الامريكيه، للاسف النادي بتاعي ما كانش بيقدر حاجه زي كده، بس فده كان من المفاوضات اللي حصلت يعني. انا لاعب كنت في منتخب مصر للناشئين لحد السنه اللي فاتت، وشاركت معاهم في دوره العاب احرار المتوسط للكبار مش للصغيرين، شاركت في دوره العاب افريقيا للناشئين حصلت على 3 ذهب، في دوره العاب احرار المتوسط حصلت على 1 فضه، بطوله افريقيا للعمومي حصلت على 2 ذهب، اولمبياد الشباب حصلت على برونزيه، ولسه متاهل مؤخرا لبطوله عالم للكبار في كوريا ان شاء الله من يوم 21 الى يوم 27 تالي يوليو، مسافرين المفروض يوم 14/7 باذن الله. وبس كابتن رؤوف قال لي احنا انت بتخرج من بيتك نادي التوفيقيه وهتدخل بيتك الجديد النادي الاهلي، سيبا هو قال لي ان هي ما يميز النادي الاهلي عن بقيه النوادي الثانيه ان هو التنظيم والمصداقيه، ان انا عارف انا ايه حقوقي وايه واجباتي وهم عارفين ايه حقوقهم وايه واجباتهم اتجاهي، فده اللي بيخلي النادي الاهلي من اهم الكوادر الرياضيه في مصر حاليا. اوعد المسؤولين ان شاء الله ان انا ابذل قصارى جهدي ان انا ارفع اسم النادي الاهلي عالي، وان انا احسن من نفسي واطور من نفسي وابقى زي ما يقولوا امباكت كويس على الفريق بتاع النادي الاهلي، واوعد طبعا جماهير النادي الاهلي من هم يشوفوا كل شيء كويس ان شاء الله.